عليه وسلم فيها هديا مميزا، حتى ان عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره، ما لا يجتهد في غيره. وقد جاء انه صلى الله عليه وسلم كما ايضا ثبت ذلك في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل العشر الاواخر من رمضان جد وشد المئزر واحيا ليله وايقظ اهله. وجاء بالحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط العشرين صوم وصلاة ونوم، فإذا دخل العشر الأواخر من رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد وشد المئزر. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر الأواخر من رمضان لعله كان لا يعرف النوم طريقا إلى عينيه صلى الله عليه وسلم، ولعله لم يكن يأخذ حظه من النوم، أو لعله صلى الله عليه وسلم ما كان ينام من الليل إلا قليلا. انظر، كان في العشر في العشرين يخلط النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقيام والنوم، ينام يأخذ حظه صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل العشر الأواخر من رمضان شمر وشد المئزر، كناية عن الاجتهاد، كناية عن الانقطاع لله تبارك وتعالى، وكناية عن العزوف عن شهوة النساء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبوا إلي من دنياكم النساء والطين، وجعلت قرة عين في الصلاة. ومع ذلك مع حبه صلى الله عليه وسلم النساء هذا أمر فطري، فطر الله تبارك وتعالى عليه البشر والأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، آتاهم الله تبارك وتعالى من أفضاله وألطافه وكرمه ما أعطاهم في هذا الجانب، إلا أنه صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وجعلت قرة عيني الصلاة. فهذه العشر إخواننا هو الشيخ علي اخذ الربع الاول واعطاه الربع الاخير العشر الاواخر الربع الاواخر الربع الافضل. فالاصل يا اخوانا ان نجتهد في العشر الاواخر من رمضان. كثير من الناس لعله لا يعلم من العباده في شهر رمضان او في غيره الا عباده الصلاه. كثير من الناس يقول لك: طب يا شيخ أوتر معكم، وإذا ربنا سبحانه وتعالى يسر لي قيام آخر الليل فهل أصلي شفعا أو أصلي أو لا أصلي وماذا أفعل؟ بعض الناس أراهم أيضا في المساجد عندما يصلون صلاة القيام يقوم بعدما يصلي الإمام ركعة الوتر، فإذا سلم الإمام قام بعض الناس بعض الشباب وجعلوا هذا الوتر شفعا لانهم يريدون ان يصلوا بقيه ليلتهم. طبعا يا اخواننا بدايه ليست العباده مقصوره في طقوس معينه. العباده اشمل من المفهوم الذي عليه الناس في هذه الايام، الناس ما بتفكر العباده الا فقط الصلاه، الصيام، الحج، الزكاة فقط. لا، مفهوم العبادة مفهوم أشمل من ذلك. حتى أن شيخ الإسلام تيمية لما عرف العبادة وغيره من أهل العلم قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسمع شو قال: اسم جامع شامل لكل ما يحبه الله ويرضاه. وما يحبه الله ويرضاه لا بد أن يكون خالصا لله على طريق النبي صلى الله عليه وسلم،
ربنا سبحانه وتعالى يا عامر صوتك معبي المسجد، تعرفش تصفط الاكل بدون صوت؟ عارف صوتك، بارك الله فيك. فما يحبه الله ويرضاه لا بد ان يكون خالصا صوابا، خالصا يعني ان يبتغي الانسان في وجه الله تبارك وتعالى صوابا، ان يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والا البدع، البدع والمحدثات لا يحبها الله تبارك وتعالى، ولا تتقرب فيها الى الله تبارك وتعالى، ولا يقبلها الله تبارك وتعالى. وما اكثر البدع الان في رمضان، واذا دخل العشر الاواخر من رمضان تدخل البدع بكميات هائله، وحدث ولا حرج. بصيروا صلوا صلاه الضحى جماعه، وبصيروا صلوا صلاه التسابيح جماعه، وبصيروا صلوا في المساجد الاذكار، ويسبحوا بصوت عالي ويذكروا بصوت عالي، ويجتهدون في الاجتماع على الذكر بصوت واحد. هذا كله مما لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم في الصحابة إلا ثلاث ليالي، وهذا هو الأساس الذي حكم العلماء بأن صلاة التراويح أو صلاة القيام هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أحياها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو السبب وما هو الداعي لعدم استمرار في القيام، قال خشيت أن تفرض عليه. الزمان زمان تشريع، ويمكن أن الله تبارك وتعالى يفتح الصلاة، ومن رحمة الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أن جعل هذه الصلاة من المسنونات، وإلا والله لو كانت هذه الصلاة صلاة التراويح قيام الليل من المفروضات لهلك كثير من الناس. فكثير من الناس إخواننا ربما من يصلي الصلاة المفروضة الصلوات الخمس، وربما من إخواننا من لعله يقنش صلاة الجمعة التي هي من أعظم الصلوات. كثير من الناس إخواننا لا ينتبه الى اعظم صلاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. افضل الصلاه، افضل صلاه على الاطلاق يا اخواننا هي صلاه الفجر في يوم الجمعه. ثبت بذلك النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا ينتبه كثير من الناس الى هذه الصلاه. اسم الجامع لما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال، من الأقوال والأعمال. يعني لو سبح الإنسان، لو قرأ القرآن، لو ذكر الله، لو دعا، هذه أقوال عباد جعل الله تبارك وتعالى عباد. ومن لاحظ في حسن سبك القرآن وحشر آية بين آيات الصيام هي قول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، اندهش من عظمة القرآن ومن حسن صياغته وجزالته وجميل سبكه وعبارته. لما ذكر الله تبارك وتعالى آيات الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ثم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم بعد ذلك قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم عاد الله تبارك وتعالى مرة أخرى يقول أحل لكم ليلة الصيام وأخذكم إلى نسائكم. لماذا جاءت هذه الآية؟ قال دقيقة، الدلالة على أهمية عبادة الدعاء وأيضا بشأنها ومنزلتها ومكانتها عند الله. ولذلك أقول الشيخ علي ذكر حديث انه قالت يا رسول الله رايت ان علمت ليله القدر اي ليله هي تقول، فماذا اقول؟ ما قلنا لا تكثر من الركعات ولا تكثر من التسبيحات ولا تكثر من شيء معين او قراءه القران، مع ان هذا كله عباده. قال لها قولي اللهم انك عفو تحب
يستغلها فيما أباح الله من شرعه الله تبارك وتعالى من العبادات. وأكثر يا إخواننا من قراءة القرآن. السلف الصالح كانوا يقرؤون القرآن في رمضان. الإمام الشافعي رحمه الله كان له في شهر رمضان 60 خدمة. 60 خدمة. طيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ويرفع على مسامعنا أذان المغرب. فعلا أذان موحد الشيخ الباهي حسان.